السلام عليكم. تصريح خطير من زين الدين زيدان يفاجئ به المنتخب المغربي بعد اكتساحه لسيراليون بثلاثية، ويسخر من منتخبات افريقيا بسبب المغرب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل البدء، اذا كنت محب للمنتخب المغربي فيرجى الاعجاب بهذا الفيديو وتعثر فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد فوز المنتخب المغربي على منتخب سيراليون في المباراة الودية التي اقيمت في ساحل العاج على ملعب سان بيدرو، وهذه اخر استعدادات المنتخب المغربي قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، فقد صرح زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الإيفوارية بعد هذه المباراة، وقال: أنا كنت أعلم جيدا أن مباراة سيراليون أمام المنتخب المغربي لن تكون سهلة أبدا على الإطلاق، ولقد حذرت لاعبي منتخب سيراليون من خطورة المنتخب المغربي وخاصة في الخط الأمامي، فالمنتخب المغربي في وجهة نظري هو أقوى منتخب إفريقي في الوقت الحالي، ولا يستطيع أي منتخب عربي أو أفريقي منافسته. فالكل له دراية بما قدمه المنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة بقطر، حيث أصبح بعد البطولة كرابع أفضل المنتخبات في العالم، ووليد الركراكي هو المثل الأعلى في التدريب. فأنا أرشح المنتخب المغربي للفوز بكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، وما ينقص المنتخب المغربي فقط للفوز بأمم أفريقيا هي العدالة التحكيمية، فإذا توفر تحكيم نزيه للمنتخب المغربي فسوف يفوز على أي منتخب مهما كان، حتى المنتخب الجزائري. فأنا أتمنى فوز المنتخب المغربي بهذه البطولة لأنني محب لهذا المنتخب العظيم ولوليد الركراكي، وسأكون حاضر في المدرجات لتشجيع المنتخب المغربي من جديد تماما كما فعلت في كأس العالم بقطر. وفي النهاية شاركونا برأيكم في تصريحات زيدان، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم جديدنا.